راح أذكركم بالتقرير اللي عرضته في السابق، السجال بين أبو أحمد النائب عبد الله الطريجي ووزير المالية حول مافيا المهربين. لنشاهد هذا التقرير. وجهت سؤال إلى الأخ وزير المالية في 5/5، في 5/5 طلعت شاحنة من الجمارك وتم التعتيم على هذه الشاحنة، والوزير طبعا ما قصر أرسل لي الإجابات اللي يتلم الجمارك، يقول فعلا كلامك عدل، تم هروب شاحنة محملة بحاوية تخص أحد الشركات المحلية حيث كانت متواجدة في ساحة الانتظار الخاصة بحجز الشاحنات، وقام صاغ الشاحنة المذكورة باستقلال وجود ثغرة في ساحة الحجز. يا سلام، يعني أنتم تعترفون أن هناك مكان منفذ تطلع منه الشاحنات، سائق الشاحنة وينه؟ في نفس اليوم في 5/5 طلع من مطار الكويت. سألتهم قلت لهم شنو في هذه الحاوية اللي تخلي يطلعون هالفير وينحاشون ويطلعون سائق وسائق الشاحنة مطار الكويت، شنو فيها؟ كان يقولوا لي فيها سيراميك. والله فيها سيراميك يطلعون الفير، خليه يقعد بالكويت، مو جايب شيء ممنوع. مدير الجمارك يبي يقط الكرة بملعب وزير المالية، سوى حق وزير المالية كتاب، وهذا الكتاب اسمعني يا وزير المالية، هذا الكتاب ما يمر مرور الكرام، يقول له نبيك تحاول انك انت ايضا تخاطب الجهات لتسكير هذه الفتحة، لان لاحظنا ان كثير من الشاحنات تقوم بالالتفاف والخروج ويسهل عمليات التهريب. وشنو عمليات التهريب؟ ايش كاتبين؟ تهريب الأسلحة. وش يقول؟ يقول هذه الفتحة موجودة من 15 سنة ولم يتم عمل صيانة. انا بقول حق وزير المالية شوف هذه صور، وتقول بعد شو اسمه صور، شوفهم بطل عينك، هذه الصور حق قيادي عندك بالجمارك. ابو احمد، من قبل اثرت حضرتك هني وقلت لي عندي مستندات، وانا قلتها لك وقتها، قلت لها عطني المستندات وانا على اساسها اشكل لجنه مختصه فيها. اقسم بالله واحنا صايمين اذا ما سويت شيء وزير ماليه، والله العظيم لا اروح وياكم لابعد مدى، لكن والله لا اروح كل الابواب الى النيابه الى مكافحه الفساد لأفضحكم ولا تطلعون هذه الشاحنة اللي دشت. أنا أقسم بالله أقسم بالله أكيد فيها أسلحة، وشوفوا متى صار التفجير. حنا قدامك، الجهة اللي تختارها أنطلق عندها، نيابة، لجنة حماية، أقول هيئة الفساد، مكافحة الفساد، تحب تعطيني إياها وأنا أخذها تحت أمرك. أنس الصالح، أنت تعرف علاقتي معك واحترمك وقدرك، لكن المنصب صوب وأم الكويت صوب. ما حد، لا يمكن، أنا متأكد ما في اثنين في هالجلسة سواء من الحكومة أو من النواب يزايدون على بعض في العنصر الأمني، خصوصا وأنا أعرف اهتمامك ومثل ما تفضلت علاقتي فيك الشخصية المتميزة، متأكد بأن أنت لا تقل حرص، وأنا أقول لك أنا وأنت تعرف أن أنا لا أقل حرص، إيدي بيدك نروح أي جهة تحب نروح لها، أنا قدامك ماني وراك. أتمنى من جهات الدولة الرقابية والأمنية تأخذ إجراءات حاسمة، لأن اللي قاعد نشوفه من تقاعس البعض في ميناء الدوحة وفي ميناء الشويخ وفي ميناء الشعيبة ودخول كثير من الأمور المخالفة والأمور المقلدة يدل على شيء، على أن هناك خطأ. يا ليت نتشجع ونفتح هذا الملف من أجل مصلحة الكويت وبس. التقرير بعده يا أخي.